هلو، أنا اسمي هيلدا تامر نصار من عين كسور. أنا تخرجت من البي سي دبليو بي بي اي سايكولوجي، بس قبل كنت بالكوليج بروتستان فرنسي. درست من الجاردان دانفان للبريمير. كيف جيت هلا على الاي يو بي؟ أنا خلقت بالاي يو بي للحقيقة، بي بيشتغل بالاي يو بي بالميديكال سكول، سو خلقنا بالاي يو بي، وكان البلاي جراوند تبعي محل ما نلعب هو الاي يو بي. كان بي بالميديكال سكول، سو ينزلنا مرات في صنوبر، شجر صنوبر، ونقعد نلعب هنيك بقى. ولا هيدي انا. شو اشتغلتي بالمكتبة؟ كيف بلشت؟ اوكي، بالمكتبة فينا من العيطة. بالمكتبة كنت أو أول ما تخرجت بال 1970، شو اسمه، فتشت على شغل. علمت عند مدرسة الإنجيلية، بعتوا وراي أصحابي كانوا عم بيدرسوا هنيك عم بيعلموا، بعتوا وراي رحت علمت فرنساوي وساينسز. بس ما كتير انا بحب اعلم، يعني ما بحب، بحب التلاميذ، بحب اي لايك انتراكشن مع التلاميذ، بس ما بحب هيدا التعليم. سو علمت سنه، تاني سنه بيي قال لي انه في بوزيشن بارت تايم بالميديكال لايبرري. بعت وراي كان دكتور عفيفي، قال له كان مسؤول عن الميديكال لايبرري كوميتي. سو جينا على الميديكال لايبرري از ا بارت تايمر. كان جانيوري 1972، ضليتني للماي 72 بالهون از بارت تايمر. بعدين صاحباتي يلي كانوا معي بالكوليج بالبي سي دبليو، يعني كانوا يشتغلوا بالجافت لايبرري، وقالوا لي في بوزيشن بالكتالوجينج والدوكيومنت، هي نص دوكيومنت وربع شو اسمه، يعني بالكتالوجينج وبالشو اسمه. رحت انبسطت كتير. مين زميلاتك؟ ايه، كانت دنيا ابي شاهين، كانت هي بالكتالوجينج العربي، وكانت جلنار مفرج بالسيريالز، كانوا هنيك يعني، وقالوا لي تعي. رحت انبسطت، اشتغلت بالكتالوجينج. كان في نورا هنيك، نسيت اسمها، نورا كوبلاند، سوري، ومسز عساف يلي هي مسؤولة عن التكنيكال سيرفيسز كانت، وبالدوكيومنتيشن سنتر كنت اشتغل ساعتين بعد العشرة ل 12 ونص. كانت كورسات، مسز كورسات، ميلدريد كورسات. بقى الحلو، الانسيدنت الحلو، انه كنت وقت اللي جيت على هونيك على جافت لايبرري، عملوا معي انترفيو اكيد، مع انه هون كان بارت تايم بالميديكال لايبرري، كنت بالفان دايك بيلدينج. سو نقلنا لهونيك بدهم يعملوا لي انترفيو بالبيرسونال. كان دكتور فريد فريحان هو البيرسونال دايركتور. سو اجوا هيك كلهم اصحاب بيي قاعدين وعم بيعملوا معي انترفيو ويسالوني سؤالات. قال لهم دكتور فليحان لك حاج بقى، حاج بقى تسألوها بنته لتامر وخلصنا، فوتوها على الاي يو بي وخلصنا، شو تسألوها، بتعرفوا اونست وكذا وكل هالقصص. بقى هيك هيدي ذيس از ا نايس هيك انكدوت دايما بتذكرها، انه الواحد يعني اني هاو. سو جيت اشتغلت بالجافت لايبرري سنتين تقريبا الا شوي، ورجعوا بعتوا وراي بالميديكال لايبرري، قالوا لي البوزيشن مفتوحه تجي. قلت لهم بس بالجافت وعدوني بمرت انكريس، تعطوني اياه؟ قال ايه نعطيك اياه. سو نقلت، كنت اشتغل بالميديكال بالجافت لايبرري، كنت اشتغل للسيريالز وللساينس لايبرري ولل انجينيرينج واركيتكتور كنت اشتغلهم. بقى جيت على الميديكال وهيك شو اسمه ضليتني، وبعدين نقلنا لهون على الصعب ميديكال لايبرري. كنا تحت، الحلو فيها تحت انه بنايه قديمه، بس الحلو انه انا كان اوفيسي لحالي تحت الكتالوجي تحت الارض، بوجي في المورج، كنا نعمل
هيك نتبارى انه هيدا شو الميت اللي جايبينه، صبي او بنت؟ نروح نطلع على يعني كنا بعدنا اول طلعتنا مجانين يعني، انه ننزل نتفرج انيهاو. بس الحلو بالمكتب انه كان الفيو على السي على البحر، كان عندي فيو بجنن كتير حلوه، وانزل مرات هيك اقطف زهور وحطهم بالاوفيس. It was a beautiful office. الشيء اللي بضحك انه انا ما بحيت المكتبه ولا الشغل بالمكتبه، كتلميذه بالال اي يو كانوا يشحطوني اول ما اطلع من الدرج ويسكتوني لانه ضلني احكي، بقى اللايبرري لازم يكون كويت. بس هي عملنا librarians and I love it. So this is me. The library evolved a lot through automation. We were the first at Saab Medical Library to be automated. First of all, I did a small هيك library للكتالوجينج and for the acquisitions and series made from DBase. DBase 3 and Mr. Qortas from the computer center did for us a small كمان a library system for the circulation. I remember it was all during the war, so we spent our time working on automation, not شو اسمه نبكي. So which was really good. But the thing is, before I talk about these things, and as I was telling you before that I hate libraries, I never liked the library. I love the library now, and to the extent that I went to England when I got a scholarship from the British Council to specialize in librarianship general plus medical librarianship. And I like this because always they used to send me AUB, the rep office, it used to be called first. They used to send me to Bahrain to establish medical libraries. So that's why I liked it, and I felt the need to be more, you know, updated. So I got the scholarship, I went to London, and I studied there, and plus also at Wales, Aberystwyth, and CLW, it is called College of Library Science Wales. And I came back, and when I was there, I was working also, when I was in London, working on at the office of the British Council, and I was doing the Medline questions اللي كانوا يسألونا إياهم الحكمة here. I used to do them there. They used to give them to me and I was searching for them. قبل ما كان, you know, we didn't have a screen. It was only like a fax machine. Not a fax. Imbala fax machine. We used to type and you know, do the searches. It was really something, and I learned a lot, and I did my training also in London. And then when I came back, I went to Japhet before coming back here. I stayed for a year at the cataloging department also. And so how AUB evolved, it's through this automation. بس اجت الانترنت. هلا الاوتوميشن قلنا ما رح نحكي كتير ديتيلز عنها، بس بلشت الانترنت كنا عم نعمل نتوركينج ثرو ليست سيرف مع ميديكال لايبراريانز بالعالم يلي بلشته مس فرحه عايدة، وكمان مع ال WHO منظمه الصحه العالميه اكيد فرع هون يلي عملنا معهم كمان نتوركينج، وكنا نروح على البلدان العربية، اجوا لعنا عزمناهم، وعلى القاهرة بالبلدان يعني كنا نجتمع نعمل مؤتمرات. أول مؤتمر عملناه لـ WHO عملنا هون بلبنان بالـ 2001 I think إذا مني غلطانة، عملناه هون مع الـ WHO منشان كل نعمل نتوركينج مع كل الدول العربية.
بس قبل بحب احكي بشغله، انه الافلا الانترناشونال فيدريشن تبع اللايبرري اسوسيشنز، انا كنت على الكوميتي تبع اسيا واوسيانيا يلي اسمها راسكاو RSCAO. عزمتهم وقتها سنه 2000 لانه كانت الافلا رايحه على جيروسالم يعملوا الانترناشونال كونفرنس، سو في كثير من دول العربيه ما فيهم يروحوا، والدول الاسلاميه ما بيقدروا يروحوا ماليزيا وهدول، سو عزمتهم على لبنان وكان في اقبال كثير قوي، اجوا من الدول العربيه، عزمنا كمان ناس، عطوني مصاري الرسك الايجيا اند اوسيانيا افلا، عزمناهم ونزلناهم بالاوتيلات وعملنا مؤتمر هون عن الاوتوميشن ونتوركينج مع الدول العربيه وشرق اسيا. سو كان اول مره بتجي افلا لهون، ومن وقتها اتنشرت افلا وصار عندنا كثير مؤتمرات مع بعض. This is in general كليبرارينشيب. هلا اذا بنرجع للميديكال شو بدنا نحكي عن، كنا كمان في شركة السيفير عملوا داتابيس اسمها سكوبس يلي هي كتير معروفة ومشهورة، وكان المرادف لإلها كان قبلها الاي اس اي كانوا عاملينه يلي اسمها ساينس سايتيشن اندكس. سو عملوا السكوبس وطلبوا مني، لأنه أنا كان عندي ريليشن شيب مع الببلشرز السيفير وكل هالببلشرز وتايلر اند فرانسيس وشبرينجر وكلهم. سو اني هاو السيفير هن اللي عملوا سكوبس، تلفنوا لي وقت نظيم محمدي كان مسؤول عن شو اسمه، تلفنوا لي وقال لي هيلدا بتحبي تكوني بالمعنى تكونوا ديفلوبينج بارتنرز؟ قلت له ايه، بس خليني ليش ما بتحكي مع جافيت؟ قال لا منا ميديكال يعني انه ساينس. سو تلفنت للعميد، طلعت حكيته فسرت له، لانه هو كان كتير حابب دكتور قرطاس كتير كان حابب نكون نجيب الساينس سايتيشن اندكس، بس كان كتير كتير غالي، ما قادرين نشتريه. سو قبل كنا سابع يعني، عطاني ما بقدر انا لحالي اخذ هالانيشيتيف، كنا سابع يونيفرسيتي بالعالم منكون ديفلوبينج بارتنرز، وما عادوا جابوا حدا تاني. ورحنا اكيد اشتغلنا كتير على الكامبس، وكان عنا ستودنت شو بسمون امباسادورز، ستودنت امباسادورز كان عنا على الكامبس يلي ساعدونا كتير حتى تو ديفلوب. كنت كمان لايبرري ادفايزوري بورد واتسترا لالسيفير، سبرينجر، تايلور اند فرانس، اوكسفورد، يعني بلاكويل، وايلي بلاكويل، رحنا على امريكا وانجلاند واتسترا. Anyhow هولي شو اسمه. هلا كيف عشنا وقت الحرب هون بال 82 وقت الاجتياح الاسرائيلي؟ it was really something هون. سو كنا نروح في فتره وقت شو اسمه فاتوا الاسرائيليه، كان الرئيس يلي كان هو الاكتنج بريزيدنت دكتور الي سالم اجوا قعدوا بالهوسبيتال. سو كنا نروح، جيت لهون شوف المكتبه كيف، جايبه معي قناني عبي مي، بتذكر خمنت اللايبرري راحت لانه انا عم بعبي ومرقت طياره ووقعت من ايدي القنينه وسمعت بوم، خمنت رحنا طلع انه انا وقعت القنينه. اني هاو كنت روح ساعدهم بالهوسبيتال، نشتغل من اوفيس بوي لفوق، يعني نشتغل كل شيء شو اسمه، لانه ات واز ريلي هوربل وقتها، ضلينا شيء 10 ايام هيك، وانا لاكلي انه ساكنه بالمكحول قريب كتير. بتذكر انسيدنت هيدي ايامات الحرب انه كانوا علقانين وقتها الاشتراكيه والامل هون بالبلو بيلدينج والقوميه من فوق، بقى شارع المكحول كان بثلاثه يعني للكل، بدي اجي اشوف المكتبه انا مسؤوله يعني ما فيني اتركها. اجيت وبالليل كان كتير كتير ضرب، اجيت لهون قلت له بدي اقطع اروح على المكتبه اشوفها وارجع ومعي مي يعني جالون تعبي، مرقني صوفر له، قال له في وحده خاوتها بدها تقطع مرقها، قال له اوكي مرقنا وصلنا على البوابه، قلت له بس بدي ارجع، قال لي ايه صوفري لي،
منين بعرف صوفي؟ لأنه بخوف ومرعوبة. فتت لهون عبيت مي وكل شيء، شفت المكتبة إنه ما في شيء مكسر ولا هيدا. سو نزلت رجعت طلعت عيطت له استاذ بدي اقطع، قال له الخوته رجعت. قلت له بس ما بعرف هلا، ما بحياتي بعملها، الله لا يقدر نرجع، بس ما بحياتي بعمل هالقصص. بس انه كنا كثير ما عاد لنا جلاده، كنا هيدي وحده من الانكدوتس هيك. وبتذكر مره جيت لهون على المكتبه، كان بالليل ما نمنا، صار في ضرب وقصف، ضربوا اجت على البنايه من فوق وفاتت على الستاكس عنا القذيفه. بقى ليلتها حرام نهارا بعد الظهر توفيت مس أليس حداد، كانت تشتغل معنا هون على السيركوليشن، توفيت من الشظيه اللي ضربت هون المكتبه. تاني يوم جينا اجت عايدة لهون تتشوف، ما لقيت في حدا، وكلهم يقولوا لها عواد بسلامتك، تلاميذ ما عارفه هي حرام. بقى اجت لعندي عم تسالي انه هيك هيك صار، طلع حرام مزبوط أليس يلي توفيت، كان نهار احد هي اجتها الشظيه. بقى والانبلي بقلب المكتبه حاصله. هدول قصص يعني ينذكروا ولا ينعادوا. بقى هلا ما بعرف شو بدي وبعدين كنا نجيب من الدول العربيه يجوا يعملوا تريننج عنا، دايما يجوا، غير انه انا كنت روح اعمل لهم تريننج، وعملنا استابليشمنت لعده ميديكال لايبريز ولايبريز كمان بقطر وبالبحرين. هو اكثر شيء كانوا يجوا يعملوا تريننج عنا ونعمل وركشوب بهاي الاوضه. هاي الاوضه كنا نعمل وركشوب للايبراريانز، ويجينا المصاري ثرو دبليو اتش او. كثير دعمتنا الدبليو اتش او مع وزاره الصحه، وكان دائما وزاره الصحه كل ما يطلبوا حدا على كونفرنسز برا نروح يعزمونا نروح لهونيك، يعني نطلع لبرا. بعدين وقت الحرب انا نسيت لكم انه وقت الحرب كنا ما في كهرباء هون، سو ناخذ فلاش لايت مثل هيدا تقريبا، ويجوا الحكمة بدهم ارتكلز بدهم كتب بستاكس، ما في عنا كهرباء ابدا، يعني قطعوها عنا الاي بي تيخلوها للمستشفى تيخلوا، ما في مزود كمان. كان جبهة راس بيروت وقتها لموا من البيوت عملوا كهرباء تعطون يعني مزود للايو بي. كنا اشترينا فلاش لايتس ونفوت على الفلاش لايت نجيب الكتب ونجيب شو اسمه، بس ما في فوتوكوبير يعني ياخذوهم بالمستشفى اذا بدهم فوتوكوبي يقروهم واتسو ايفر. كمان ما في كهرباء، كنا ما في مي، كنا مرات انا اجي اعبي من هون مي ونتحمم محل ما الجانيتورز نظفناه ونتحمم هيك مثل البسينات. وكنت انزل بيت خيي مساقب دكتور نصار بيته على الكامبوس، كان ننزل نتحمم عنده او نتحمم بالدورمز هون عند البنات بالفان دايك بيلدينج، كان يبقى فيه دورمز للبنات، كمان ننزل نتحمم تحت او بالبيزك ساينسز الميديكال سكول تحت، زبطوها وعملوها للستاف يلي بيشتغلوا هنيك اذا بدهم يناموا يناموا هنيك، وفي عندهم مي نتحمم محل الانيمال هاوس. هلا مره صار سرقه كتب وقت انضربت المكتبه وحرام توفت أليس، تكسروا كل الازاز من هديك الميل. بقى اجوا الاولاد هيك كانوا هون قاعدين اولاد مهجرين وهيك، اجوا وسرقوا، بس شو سرقوا؟ اقلام وكذا، بس مش انه something كتير important. ودغري اجوا قعدنا كل الليل هون نطرنا انا لانه بيتي قريب تأززوا لنا المكتبة وقدرنا رحنا. ايه صار هيك اشياء بس انه ما كتير. وبعدين في منهم سرقوا الكتب وكانوا الحكمة يلاقون بالبسطة على بالبسطات، يعني مش بالبسطة بالبسطات على الروشة، على الروشة لقوا كتب ويجيبوا لنا اياهم حرام يشترون، ما بعرف بقدي وقت ايامتها المصاري، ويجيبوا لنا اياهم يرجعون يقولوا لنا احنا الكتب هناك مسروقين. يعني صار قصص، صار قصص. يا كيف اي اي بي غيرت حياتك؟ اي بي غيرت حياتي، ايوبي غيرت حياتي انه ساعدتني كثير. اولا
قدرت روح اعمل library science. تانيا يعني بالكمبيوترز اللي عنا الاوتوميشن اللي عطتني اياها انه خلتني اقدر سافر، سافرت ما ضايقوني بالسفر بالمصاري، انه اذا منا شيء للمكتبه قدرت اتعلم روح اعمل تريننج برا او نجيب نعمل تريننج، يعني نمتني، نمت لي شخصيتي، نمت لي وتدرجت يعني من كتالوجر ل لايبراريان مسؤولة عن المكتبة، يلي هو كتير مهم. وعطوني يعني هال ما بعرف، كانوا they had faith in me، كان عندهم ثقة في العمدة وحتى البريزيدنت، يعني بتذكر دكتور بليمتون وقت اشترينا الاوتوميشن سيستم وكل شيء، كنت بباريس وقتها وتلفنت لهم وقالوا لي اوكي جو اهيد، يعني it was really something. AUB كتير ساعدتني ونمت لي شخصيتي really بكل هالكونسرتس اللي يصيروا هون على الكامبوس، كتير ساعدتني. و AUB is my second home، يعني مثل ما المكتبة is my home كمان. بهال 43 سنة اللي قعدتهم بال AUB، يعني هلا فينا نقول تقريبا 40 سنة منهم أو 41 سنة بالميديكال لايبرري. كنا أول شيء بالفان دايك تحت، وبعدين جينا لهون على الصعب ميديكال لايبرري، نقلنا سنة 75. أول شيء كنا فوق بالتالت طابق، لبين ما خلصت هون اللايبرري ورجعنا نزلنا، وضل فوق الدينز ميديكال دينز أوفيس نقلوا معنا ونحن أخذنا هون. هلأ الحلو باللايبرري أنه صار في رينوفيشن، صار في إشياء، بس الميجر رينوفيشنز هي هلا بعد ما انا رحت والحمد لله ما انصرعت، بس ضلي بس كنا نغير مثلا، عملنا اشياء كثير باللايبرري، عملنا اقسام واشياء هيك، بس ذا ريلي ميجر كان حلمي انه قيم هالسيركيوليشن ديسك اللي كان كثير كبير، خصوصا بعدين بس صار في اونلاين وما عاد منا كتب، هلا صار اند اتس ريلي بيوتيفول لايبرري، يعني جود لك ومبروكة مس فرحة والجميع. حلوة كتير هلا المكتبة صارت. هلا in one sentence شو معناتها الـ AUB؟ What is AUB for me؟ AUB was my playground. كنت اجي العب هون مثل ما قلت لكم، بي يجيبنا، بتذكر يعطينا ظروف هيك ون يكون نزل الباين تريز الصنوبر هيك واقع على الارض نلمهم ونكسرهم، يلهينا نقعد ساعات نلعب هيك ويوفر، يا ريت هلا هالايام كنا وفرنا حق الصنوبر غالي، كنا نكسره وناكله هيك يعني يخلينا هون. و the library as I said before was my second home really، يعني it was my home بدي اقول، بس دايما بيقولوا لي في بيتك وهيدا this is your second home and I love my library and I love my work. ناس مين اللي بعمرك ما بتنسيهم؟ اصحابي عايدة من اصحابنا من ايامات الحرب، يعني هون باللايبرري كان، وبايامات الحرب الفرنشيب وكل اللايبراريانز اللي اشتغلت معهم، يعني I am friendly with all of them. أكيد في شو اسمه درجات يعني، بس إنه صحبة مع الكل ومحب الكل وأنت كمان.